السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض طريقة عمل صرف قصيص، ونستغل ان احنا نعمل الصرف نتحكم في المية، وفي نفس الوقت ننقل شتلات جديدة اللي هي شتلات بقت عمر 3 اسابيع، هنقلها بقى في قصيص عشان تبدأ تكمل. انا بقى فتحت الصرف، محتاج مسمار زي ده كده، واجي هنا القصيص هسيب 3 سنتي واعمل خرم. تربة هنا تربة طين بس اهو كده، عملت الخرم. شوفي الماء بدأت تنزل على طول. طب انا اتحكم في الماء ازاي؟ بجيب خرطوم زي ده، خرطوم فلتر مية، فلتر مية المتر ب5 جنيه، وادخله هنا في فتحة الايه الصرف. كده المية خرجت من فتحة الصرف هنا على الجرد. طب انا عايز اتحكم في المية عشان المية ما تنزلش، يبقى اجيب خرطوم اللي هو زي ده كده، المتر منه ب2 جنيه، واركبه هنا في الخرطوم ده. كده خلاص انا ايه اتحكمت في المية. عايز انزل المية بنزلها تحت كده، تنزل المية كده. عايز ارفعها لفوق اخلي الزرع يشرب مثلا، يقعد ساعة ولا ساعتين يشرب، اروح اخلي الخرطوم لفوق. فالموضوع بسيط جدا، احتاج خرطوم فلتر مية متر ب5 جنيه، وخرطوم اللي هو بتاع اللي عند اي حد موان هتجيب المتر منه ب2 جنيه. كده اتحكمت في المية، لا السطح بتاعك غرق ولا القصيص بهدل الدنيا مية لما بتيجي تروي، ولا المية تنزل من فوق على تحت على طول، الزرع ملحقش يشرب. يبقى انا كده اتحكمت في المية بتاعتي ان هي ايه ده، انها موجودة في القصيص الوقت اللي انا عايزه. طب انا بعد كده عايز انقل الشتلات، هنستنى المية لما تنزل خالص بحيث ان الارض تبقى طين، وهنا اجيب ابدا اجيب الشتلات. لو خدنا بالنا هنا كده، دي شكل ده باشون فروت، مزرعة من بذرة باشون فروت. شايفين البذرة؟ هتبقى انا كنت ناسيها كمان، زرعتها وسبتها ما شاء الله عليها طلعت. طيب انا محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج ان انا اخلص المية تنزل عندي في الجردل، وبعد كده ابدا ازرع الشتلات. احنا شايفين المية بقى تنزل اهي، والميه فوق قلت. انا بقى عايز انقل الشكل، بعمل ايه؟ بجيب القصيص واقلبه بالشكل ده كده. واطلع بقى شكل شكل الشكل اللي انا عايز ازرعها، اطلعها واغرز اهو. دي شكل الطماطم اهي، الطماطم شري. بعمل خرم بايدي واحط الشكله، واخلي الجذور لتحت واخلي الشكل اهو كده. اتنقل في الشكل، طلع شكله تانية اهي اهو. كمان شكله ممكن احطه في القصيص لحد 4 شغلات، وممكن 5 كمان. كل شكل في الباشون فروت تاني كده. عدت اتنين اتحط في ايه؟ في قصيص لوحدها. انا هحطها مع الايه؟ مع الطماطم عشان ما ننساهاش، نبقى نفكر بعض بيها. ممكن برضو للامان لو شكلة ماتت مني ولا حاجة بعد النقل، ممكن ايه احط 6 شتلات، وبعد كده اختار القوي اخليه، والضعيف اشيله من الارض خالص، اشيله من القصيص خالص. كده يا جماعة انا نقلت الشتلات اهو، فتحة الصرف موجودة اهي، نزلت ميتها، وادي الايه القصيص نقلت فيه الشتلات اللي انا عايزها. وده قصيص تاني اهو، كان برضو بينزل ميته مع القصيص الاولاني، ممكن انقل فيه شتلات زي ما انا عايز. طيب واحنا برضو مع بعض كده، عايز اوريكوا ايه العنب. بص العنب فوقنا هنا، العنب مزروع في برميل، وادي فلفل الوان احمر، وادي فلفل الوان اصفر، وادي فلفل الوان احمر برضو، فلفل وردة، طماطم بنفسجية. عادي المكان عندي هنا اهو، شوية جرادل وشوية قصص. الموضوع بسيط جدا، ادي الغار شمس الاحمر اهو، ليمون
باش نفرط. فل وياسمين، اهو فل ياسمين، اسف، ورد بلدي باش نفرط هنا. باش نفرط ان شاء الله كمية يعني ثمار. هذه العنب، يعني مزرعة في برميل. هذا الشاي الأبيض، الشاي الأزرق، شوية الخيار، الخيار المكسيكي بدأ يطلع اهو. طماطم، وهنا نعناع طرد البعوض، شايفين عامل ازاي. وادي الفراولة، طماطم هنا اهو. وادي الفلفل اللي هو المرجان. الموضوع سهل جدا، اللي عايز يزرع اي حاجة يزرع، شايفين اهو. ده المكان عندي، شوية بذر شتلات اللي رميتهم، بذر طماطم رميتهم في الارض بقى، يعني مش دماغ الكيس قديم. شايفين كمية الشتلات اللي طالعة، حاجة ما شاء الله. دي اشواجندا، ده شاي ازرق تاني اهو. انت كان مطلع ازهار، لو شايفين الزهر هنا. نرجع تاني بقى للفيديو بتاعنا بتاع القفص اللي هو عمال فتحة الصرف وزراعة الشتلات اهو. فتحة الصرف نعملها بمسمار، نحط خرطوم صرف وننزل ميتنا في جردة زي كده، وادي الشتلات اتنقلت اهي. كده الشتلات اتنقلت صح، وانا زارع في تربة طين بس. ودي شتلة باشون فروت، مظبوط كده يا جماعة. وادي الريحان الاحمر، وادي فلفل شطة برضه مزروع من بذرة، بدأ اطلع على الزهرة. يا رب الفيديو يعجبكم، تحياتي.